مشاهدينا، في نبأ عاجل وتعقيبا على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري رفض مصر القاطع لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشددا على أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا. واعتبر وزير الخارجية السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائق الشاحنات لمخاطر محدقة هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر. واستنكر وزير الخارجية بالشدة محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من 7 أشهر وراح ضحيتها أكثر من 35,000 مواطن أغلبهم من النساء والأطفال. وطلب وزير الخارجية إسرائيل بالاطلاع بمسؤوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية الأخرى التي تقع تحت سيطرتها. مشاهدينا، نعيد على حضراتكم النبأ العاجل مرة أخرى، حيث قال مصدر رفيع المستوى إنه لا صحة لما صرح به وزير خارجية إسرائيل عن مسؤولية مصر عن غلق معبر رفح البرية. وأكد المصدر رفيع المستوى أن التصعيد غير المبرر الذي تقوم به إسرائيل بمدينة رفح الفلسطينية هو السبب وراء غلق المعبر، مشيرا إلى أن مصر أبلغت إسرائيل بخطورة استمرارها في منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وتعقيبا على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة. أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري رفض مصر القاطع لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشددا على أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا. واعتبر وزير الخارجية السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائق الشاحنات لمخاطر محدقة هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر. واستنكر وزير الخارجية بشدة محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من 7 أشهر، وراح ضحيتها أكثر من 35,000 مواطن أغلبهم من النساء والأطفال. وطالب وزير الخارجية إسرائيل بالاطلاع بمسؤوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية الأخرى التي تقع تحت سيطرتها.
ختام نشرة الأخبار من قناة تن، وهذه تذكرة بأهم العناوين. مصدر رفيع المستوى يؤكد أنه لا صحة لما صرح به وزير خارجية إسرائيل عن مسؤولية مصر غلق معبر رفح، وشكري يؤكد أن إسرائيل هي المسؤولة عن الكارثة الإنسانية في غزة.